بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من مظاهر الحج العظيمة التي يعيشها الحجيج كل عام، وهو آية وعلامة ودلالة بينة لها أثرها العظيم في قلب قاصد بيت الله الحرام في مثل هذه الجموع في الموسم كل عام، ما تشهده الأمة من دلائل عظمة هذا الدين وبيان ما جعله الله عز وجل له حتى يبقى مهيمناً وله المآل في آخر الزمان، كما جاءت به البشارة في نصوص الكتاب والسنة. مشهد عجيب هذا الذي تحتشد له جموع الإسلام في الحج كل عام، ودلالة بينة عظيمة تجعل القلوب تقصد هذا الدين بتمسك وثبات، وتحمل في قلوبها من اليقين لهذا الدين وعظمته وما كتب الله جل جلاله لهذا الدين ولكتابه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الإسلام تقدم الجموع إلى بيت الله الحرام فترى ما فيه من الآيات البينات، وتقصد الجموع هذه المشاعر فتعيش تاريخ هذا الدين العريق، وتعلم ما أعد الله جل جلاله لهذا الدين من نصر وتمكين ومؤازرة وثبات إلى قيام الساعة. في واحد من مشاهد العظمة لهذا الدين ما نعيشه من حق كبير لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن جموع الحجيج وهي تأتي مكة كل عام تأتي إلى هذا البلد الذي جعله الله فيه ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنزل الله تعالى وحيه عليه، وفيه درج صلى الله عليه وسلم بالوحي والنبوة يسعى بها مبلغا شريعة الإسلام والوحي الذي أمره الله تعالى به. في هذا البلد عاش صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى الدين وإلى توحيد الله وإلى العقيدة الصافية ونبذ الخرافة والشرك والجهالة والضلالة. في هذا البلد نزل عليه من القرآن سور وآيات عظام، في هذا البلد كانت صور التضحيات والصبر والفداء لهذا الدين العظيم ولنبيه عليه الصلاة والسلام، حتى كانت هجرة الصحابة المتتابعة إلى الحبش مرة فثانية ثم إلى المدينة، حتى لحق بهم عليه الصلاة والسلام في هجرته العظيمة بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. تاريخ حافل وسيرة عطرة تروى في تراثنا وتاريخنا معشر المسلمين، تثبت هذه المكانة العظيمة وهذا التاريخ الحافل لهذا البلد الحرام. أيا معشر الحجاج وعامة مسلمي أمة الإسلام ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه الأيام تجيش في النفوس مشاعر وتصطحب معها ذكريات وتجول فيها أطياف وخواطر. في هذا البلد قبل أكثر من 1450 سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في فجاج مكة بدعوة التوحيد. في هذا البلد كان صلى الله عليه وسلم يثبت قلوب الصحابة الأوائل على الإسلام. في هذا البلد نزل الوحي والقرآن، في هذا البلد لقيه جبريل عليه السلام، في هذا البلد كان عليه الصلاة والسلام يسعى لإسلام الواحد بعد الواحد. ظل سنوات طوالاً عليه الصلاة والسلام يدعو إلى تمكين هذا الدين وإلى قبول الناس به، فآمن من آمن وكفر من كفر. تأتي جموع الحجيج اليوم في مثل هذه الأعوام بعد تلك القرون المتطاولة أكثر من 14 قرناً من الزمان، لتشهد صورة والله يا كرام من صور عظمة هذا الدين وصدق البشارة التي بشر بها نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. يأتي إلى هذا البلد فيشهد الجموع
الألوف المؤلفة والملايين التي تأتي من شرق الأرض وغربها تأم بيت الله الحرام، تعلن بالتوحيد وتصدح به وتدوي وتعلن في قلوبها يقينا وألسنتها نطقا أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. حج صلى الله عليه وسلم قبل 1430 سنة تقريبا، ولما حج في عرفات كان يسأل الناس ويستنطقهم: ألا هل بلغتهم؟ يقولون: اللهم نعم، فيقول: اللهم فاشهد. استشهدهم عليه الصلاة والسلام واستنطقهم في 14,000 أو في 120,000 كانوا قد قدموا معه عليه الصلاة والسلام في حجه، استنطق الأمة المسلمة معه آنذاك فشهدوا وأقروا له عليه الصلاة والسلام، وكأنه يستنطقنا اليوم لنأتي مذعنين مقبلين إلى بيت الله الحرام نعلنها أننا أمة مسلمة تتقفى آثار نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا مجلس يا كرام، ولأن الليلة جمعة ونحن مندوبون فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مجلس في بيان فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تحدونا فيه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام والوقوف في هذه المشاعر العظام واستنطاق آثار مكة وتاريخها والمشاعر، وحجته عليه الصلاة والسلام الحجة العظيمة التي لا زالت أمة الإسلام تتتبع فيها مواضع هديه الكريم صلى الله عليه وسلم، تبيت وترمي وتقف وتدعو وتنحر وتحلق تماماً كما فعل أسوة به عليه الصلاة والسلام. أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، الحديث الذي أخرج البيهقي من رواية أنس رضي الله عنه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. يا كرام، مساق الحديث ومدخله أننا نأتي للحج كل عام فنشهد صورة من صورة العظمة، صورة من صور العظمة لهذا الدين، ومشهدا والله من مشاهد التكريم الذي كتبه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولك أن تقارن مشهد مكة وفجاجها وربوعها وطرقاتها قبل 1450 سنة تماماً قبل هجرته عليه الصلاة والسلام في أوائل بعثته بمكة، وهو يغدو بين البيوت والقبائل وصناديد قريش تعارضه تجابهه تعانده، ثم يستضعفون الصحابة الأوائل بمكة ويسومونهم سوء العذاب، سجنوا وقتلوا وعذبوا فاضطروهم إلى الهجرة والخروج فراراً بدينهم إلى أرض الحبشة، ثم يتبعونهم هناك عند النجاشي يريدون استردادهم والمزيد من اضطهادهم، ثم يمكثون هكذا سنوات طوال. لك أن تقارن بين هذا المشهد ومشهد اليوم يأتي فيه العرب والعجم والبيض والسود من كل لغة وبلد، من كل جنس وحضارة، من كل ثقافة ومن كل ناحية، عندما كان عليه الصلاة والسلام يفتح قلوب أهل مكة للإسلام ويطرق أبوابها ويريد هدايتهم إلى الدين وهم يتأبون عليه. فإذا باليوم تأتي البشرية طائعة يسوقها الله سوقا، والله إنك لتعجب كيف ساق الله البشرية من كل أقاصي الدنيا، من الشرق والغرب والشمال والجنوب، من جاء بهم؟ من أتى بهم؟ من كان يصدق أن عتبة بن أبي ربيعة وأن شيبة وأن أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعامة فراعنة قريش وصناديدها، من كان يظن أنهم في زمن صولتهم وجولتهم وشدتهم وبطشهم كانوا يحاولون وأد الإسلام وكانوا يحاولون حرب الدين وصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يظن أولئك الطغاة العتاة أنهم سيفنون ويفنيهم التاريخ ويبقى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم حياً شامخاً تنبض به القلوب حباً وتنطق به الألسنة صلاةً وسلاماً عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ تدور الأيام فيبقى الحق ويثبته الله ويزول الباطل ويذهب هباءً، فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. رسالة كبيرة أمة الإسلام،
نأتي نستنطقها في تاريخ رحلة الحج كل عام، خصوصا بمكة لمن أتى البيت الحرام وهو يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، ويستنطق تلك البقاع بتاريخها الشاهد على خطوات الحبيب عليه الصلاة والسلام بينها وحولها، كم طاف بها وكم سعى بين الصفا والمروة، وكم ظل في بيوتات قريش وهو يدعو إلى الإسلام، وهو يقاوم المعاندة والمصابرة، وهو يصبر عليه الصلاة والسلام على الترهيب تارة والترغيب تارة، المفاوضة والمساومة، وهو في ذلك كله يمتثل أمر الله عز وجل بالثبات والصدع بالحق. أوذي فصبر عليه الصلاة والسلام، وحورب فصبر عليه الصلاة والسلام، وطورد فصبر عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من أجلي وأجلك ومن أجل أمة الإسلام اليوم التي دانت بهذا الدين وأقبلت. والله إنها لعظمة، تأتي اليوم فتطوف حول الكعبة فلا ترى عرب مكة وأهلها ولا قريش فحسب، ترى اليوم البشرية كلها بكل ألوانها ولغاتها تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي والله عظمة لهذا الدين، هو تمكين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تدور الأيام وتتعاقب الأجيال، ثم تمر بالأمة أحوال وأحوال، تتقدم فيها تارة وتتأخر تارة، تقوى شوكتها تارة وتخبو تارة، ويبقى دين الله ثابتاً عزيزاً، ويبقى الإسلام شامخاً منيعاً، وتبقى الأجيال المسلمة تتوارث هذا الدين بقرآنه وسنته وبتعاليمه وشريعته وبالحلال والحرام وبكل أركان الإسلام. تغيرت في الدنيا أشياء كثيرة، وتبدلت كل الأحوال، وتعاقبت أنماط الحياة، فنيت أمم وبادت وأعقبتها أمم، وزالت حضارات وأعقبتها حضارات، ذهبت دول وجاءت دول، ويبقى كتاب الله محفوظا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تروى. والأعظم من ذلك أن يبقى حب المصطفى صلى الله عليه وسلم تتوارثه القلوب المسلمة، تلقنه الأجيال الحاضرة للآتية، يرث الأبناء والأولاد بنين وبنات يرثون عن آبائهم وأمهاتهم حب الله وتعظيمه والاستمساك بدينه وحب نبيهم صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتمسك بسنته. حاولت كثير من الحضارات في وأد هذا المعنى وحربه ودفنه، فما الذي حصل؟ بقي الإسلام عبر تاريخه الطويل مهما شهد، ورغم ما حصل من كثير من المآسي في شرق الأمة وغربها، والحرب التي أحرقت كل شيء وأبادت كل شيء واضطهدت المسلمين وفتنتهم وصدتهم عن دينهم، زال كل شيء وبقي الدين محفوظا. هي آية تأتي أمة الإسلام كل يوم لتجدد هذا المعنى في حج كل عام، وهي تشهد بصدق أن الله عز وجل أراد لهذا الدين البقاء والخلود والحفاظ عليه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. في مثل هذه الأيام وفي ضمن تلك المعاني التي تتجدد في نفوس الحجيج كل عام، يتجدد معها معنى الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقه الواجب على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن بين تلك الحقوق العظيمة الكثيرة التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، حق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هو فرع عن الإيمان به، فرع عن محبته عليه الصلاة والسلام. فمن آمن به حقا وشهد أنه نبي الله صدقا عليه الصلاة والسلام، لم يجد نفسه إلا أنه أمام الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مقبلا مستكثرا مستزيدا من هذا الخير وهذا الأمر. أمر الله به في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ولعل مجلسنا الليلة يجمع بين بركة المكان في بيت الله الحرام، وبركة الزمان في شهر ذي الحجة الحرام، وبركة الليلة ليلة الجمعة المباركة، فنزداد بركة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا نبي أحبه ربكم من فوق سبع سماوات، إي والله، واصطفاه واختاره واجتباه وهداه، آتاه الله من الخيرات
وامتن عليه ربه جل وعلا من فوق سبع سماوات. هذا نبي كريم رفيع القدر عند الله، عظيم المنزلة عند ربه جل في علاه، يواسيه ربه ويبث إليه آيات القرآن تثبيتاً لفؤاده وسلوةً لقلبه الكريم عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يمتن عليه فيقول: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ما زال يعطيه ربه في الدنيا حتى أعطاه في الآخرة: إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. يكيد الكفار له العداء ويخططون له المؤامرات، ويقول الله له: والله يعصمك من الناس. ويقول الله عز وجل له مثبتا فؤاده، مخبرا أنه عز وجل تولى شأنه: إنا كفيناك المستهزئين. ويقول له: أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. بل يأتي النصر من فوق سبع سماوات، ويقول الله للبشرية كلها: إلا تنصروه فقد نصره الله، والله إن تخلت الأرض كلها عنه. فرب السماء والأرض من فوق سبع سماوات يتكفل بنصره: إلا تنصروه فقد نصره الله. والله عز وجل متوليه وكافيه ورافع شأنه عليه الصلاة والسلام. هذه عظمة النبوة التي اصطفى الله لها محمداً صلى الله عليه وسلم. يؤيده ربه وينصره، ويمده بالمعجزات والوحي ويؤيده، ويجعل في سياق ذلك كله حقاً عظيماً ينبغي أن تستقر له القلوب المسلمة نصراً وتأييداً وحباً ووفاءً لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عاش سنوات حياته جهداً وجهاداً وتضحيةً وبذلاً وعطاء، علم وبلغ وأنذر ورغب ورهب، جلب القلوب عليه الصلاة والسلام، أسرها بالمعروف والإحسان والخلق الكريم حتى دانت له صلى الله عليه وسلم. أحبه البر والفاجر والمؤمن والكافر، شهد الكل له بسمو الخلق ورفعة المكانة وجليل الصفات وحميد الأخلاق. وكل ذلك ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام متحملاً صنوف الأذى ووجوه العنة والعداء إلا من أجل التمكين لهذا الدين، يؤذونه ويدمونه ويطاردونه، فيخرج عليه الصلاة والسلام ويأتيه الوحي والنصر والتأييد، فما يزال يصبر صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إن الله يأمرك إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم. هذا النظر الكريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فسحة في أجل البشرية حتى يدركني الإسلام ويدركك، حتى أدخل أنا وأنت في الدين اليوم بعد 14 قرناً من الزمان، فيكون هذا فسحة ومتسعة تحملها عليه الصلاة والسلام من أجل أمة الإسلام اليوم وبالأمس وغداً وإلى قيام الساعة. يا كرام، معرفة قدره العظيم عليه الصلاة والسلام ومكانته التي بوأه الله عز وجل إياها ورفع شأنه وطيب خاطره وأعلى مقامه، زكاه ربه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال: ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. تزكيات عاطرة وآيات تتلى إلى يوم القيامة نعرف فيها القدر الكريم. ثم يقول الله له: وكان فضل الله عليك عظيما. عظيم فضل ربه عليه، عظيم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه من فوق سبع سماوات. هذا النبي الذي عظم الله قدره ورفع مكانته، ما الذي بلغه في قلبك عبد الله؟ هذا القدر الرفيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما محله في فؤادك يا عبد الله؟ جئت اليوم تحج، أكرمك الله وهداك وأوفدك وأتى بك، جئت تشهد أنه رسول الله حقا وأنه نبي الله صدقا صلى الله عليه وسلم. حقوقه علينا والله كثيرة، وواجبات الإسلام
واتباعنا له ووفاؤنا له عظيمة عديدة، لكن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوفاها وأشهرها وأفضلها وأبركها. حسبكم أن الله أمرنا، وقبل أن يأمرنا انظر كيف جاءت الآية تستحث القلوب. ولو أمرنا الله ابتداء بالصلاة والسلام عليه لكان أمرا عظيما، فكيف وجاء بين مقدمة هذا الأمر إخباره سبحانه أنه قد صلى عليه، وأنه سخر ملائكة السماء عليهم السلام للصلاة عليه؟ أما فهمت قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي قبل أن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ تدري ما دلالة هذا؟ دلالاته عدة، أعظمها أنه يغريك بأن تقبل بالصلاة عليه لما أخبرك أنه سبحانه صلى عليه. يغريك والله أن تقدم على فعل أخبرك سبحانه أنه تولاه لعبده عليه الصلاة والسلام. يغريك أن توافق ملائكة السماء في أمر عظيم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول لك صل عليه قال لك يا عبدي أنا صليت عليه وملائكتي صلت عليه. بالله أي وقع لهذا المعنى في قلبك؟ أتبخل؟ أتستقل؟ أتزهد؟ أتمضي عليك الأيام والسنوات وأيام الجمع ولياليها وحظك قليل من صلاتك على حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم؟ ويدلك أيضا في الآية على معنى بديع أنه صلى الله عليه وسلم في غنى والله عن صلاتي وصلاتك عليه، لأن الله قد صلى عليه وأن الملائكة قد صلت عليه. إي والله أغناه ربه وقد صلى عليه سبحانه. فالشرف والفخر لي ولك إن أقبلنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والخيبة والحسرة والغبن والله لي ولك وحاشاني وحاشاك إن صرفنا أو بخلنا أو زهدنا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ليس محتاجا صلى الله عليه وسلم إلى صلاتنا عليه والله قد صلى عليه، لكن الله فتح لأمته من الشرف بالصلاة والسلام عليه ما كان باب خير ورحمة وبركة لنا أمة الإسلام. أيا معشر المحبين لنبيكم عليه الصلاة والسلام، استشعروا في كل مرة تصلون وتسلمون فيه على نبيكم صلى الله عليه وسلم أنكم تأتون بابا عظيما والله من العبادة، وأنكم تغرفون بحرا عظيما من الأجر والحسنات من باب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأنكم بصلاتكم عليه ترتقون في مدارج الكرامة وتقطفون من خيرات وبركات وحسنات هذه العبادة في دنياكم قبل أخراكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون. قال أبو العالية رحمه الله كما أخرج البخاري: الصلاة من الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة دعاؤها له. قال ابن عباس: يصلون أي يبركون. جاءت الصيغة بفعل المضارع إن الله وملائكته يصلون، ما قال صلوا عليه، يدل على معنى تتابع الصلاة واستمرارها. يا رجل، ربك يخبر أنه جل جلاله وأن ملائكة السماء تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، الملكوت الأعلى يصلي عليه، فما حظي وحظك من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ والله هو منتهى الشرف والفخر. ثم تأمل معي، قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هيا تفضل صلي عليه، ماذا ستقول؟ ستقول اللهم صلي، عدت تطلب من الله. طيب الله قد أخبرك أنه صلى، أما فهمت؟ أخبرك الله أنه قد صلى ثم قال لك يا عبدي صلي على نبيك، فإذا أردت أن تفعل ستقول يا رب صلي عليه، فأنت عدت ثانية إلى الله تطلب منه سبحانه أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. يا كرام، والله في جوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والخير والبركة والأجر والثواب ما عده بعض أهل العلم فأحصى به العشرات من أبواب الخيرات والبركات. فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تترى،
والصلاة والسلام عليه باب خير عظيم يتأكد في مثل ليلة الجمعة ويوم الجمعة لتخصيصه عليه الصلاة والسلام هذا المعنى. ثم إن في امتثالك أمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بمجرد امتثالك لهذا الأمر أنت تتشرف أنك تقوم لله بمقتضى العبودية. أمرك الله فقل سمعا وطاعة وانطلق صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية، قال الصحابة: يا رسول الله، علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في صيغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكنهم أدركوا أنهم أمام أمر عظيم وكنز كريم وباب وفير من الأجر والحسنات من بوابة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. جاءت الإغراءات فكان على رأسها قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. بكل صلاة لك على نبيك صلى الله عليه وسلم عشر صلوات عليك من ربك من فوق سبع سماوات. لو لم يكن في فضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إلا هذا لكان كافيا والله. تدري ما صلاة ربك عليك؟ صلاة ربك عليك ثناؤه عليك في الملأ الأعلى. صلاة ربك عليك رحمة تغشاك، وإذا حلت بك رحمة الله والله ما يبقى في ساحتك كرب ولا بلاء ولا هم. إذا أدركتك رحمة الله فتحت لك أبواب السعادة. إذا حلت بك رحمات ربك جل جلاله أدركت فضلا وخيرا، واندفع عنك كل كرب وهم وغم وشدة وبأس. عندما يعيش العبد في ظلال رحمة ربه سيعيش منعما، سيجد السعادة التي يحتاجها في حياته، سيمضي ما بقي له من عمره في كنف رحمة الله إذا تولاه الله. واحد من أعظم أبواب الرحمات التي يطرقها العباد لنيل رحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بهذا القدر المضاعف، ولكم قلنا مرارا يا كرام، والله لو كانت المسألة بالعكس، لو قيل لك بكل عشر صلوات منك على نبيك صلى الله عليه وسلم تنال صلاة من ربك، لكانت والله كنزا عظيما، وما فرط فيها إلا جاهل ومغبون حقه أن يتحسر على نفسه، ولكان ذاك أيضا ثمنا تسعد له القلوب وتغتبط به. بكل عشر صلوات تنال صلاة من ربك، فكيف وهي بالعكس؟ بكل صلاة واحدة منك على نبيك صلى الله عليه وسلم تتنزل عليك وعشر صلوات من ربك. يا جماعة، استمطروا صلوات ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. هل شعرت أنك كلما قلت مرة يا رب صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمطرتك عشر صلوات؟ بالله لو قلتها مئات المرات وألوفها ما حظك من صلاة ربك؟ يا رجل، من أنت حتى يصلي الله عليك؟ والله لست نبيا ولا ملكا ولا رسولا، لكنك عبد محب لنبيك صلى الله عليه وسلم، فأقبلت تصلي وتسلم عليه، فيكافئك الله بصلاته سبحانه وتعالى عليك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أرأيت كيف لو أدركتك صلاة ربك؟ استكثر منها في الحياة، غدا ستحتاجها والله. تعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الرحمات وأبواب البركات. كل مرة نصلي على الجنائز نقرأ في التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء. أما الفاتحة فأم القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أو ما فهمتم أننا قبل أن ندعو لأمواتنا بالرحمة نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله إننا نطرق أبواب الرحمة قبل أن نسألها من الله. مفتاح أبواب الرحمة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن ندعو لأمواتنا فنتوسل إلى ربنا بعمل يحبه سبحانه، وهو الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. نأتي داخلين أبواب المساجد،
عند الصلوات، فنسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم إني أسألك من رحمتك، أو افتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج كذلك تسأل الله من أبواب فضله. إن دخلت المسجد تبتغي رحمة ربك في بيته، صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم. إن خرجت من المسجد إلى دنياك تبتغي الرزق والفضل وسعة الخير والعطاء ولقمة العيش، أيضا تطلبها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كرام، عظيمة هي والله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظيم هو العبد الذي ألهمه الله كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يكثرها إلا عبد ملئ قلبه حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكن واحدا منهم، ولن يلهج لسان بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدته والله ملهم التوفيق والسداد في دنياه وفي أخراه. ما ألهم عبد كثرة ذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدته والله بين العباد موفقا مسددا، يأتيه الخير من كل ناحية وتساق له أبواب البركات. هكذا هو العيش في كنف ذكر الله والاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في حياتنا أيها الكرام نعيش معاني عظيمة بجوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نستلهم تلك الخيرات والبركات. أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذه من الكرامات، في أي موضع في الدنيا على وجه الأرض قال مسلم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته صلاته إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما كيف فقد دلت الأحاديث على هذا الشرف العظيم، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. كلما جلست مجلسا وألهمك الله ذكر حبيبك عليه الصلاة والسلام، فانطلق لسانك مصليا ومسلما، حمل سلامك هذا ملك كريم، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وفي الحديث الآخر إن الله وكل بي ملكا أعطاه سمع العباد، فإذا سلم علي عبد قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. عندما تستشعر هذا الفضل والأجر يا أخي، أما شعرت قوله فإن صلاتكم معروضة علي؟ صلاتك تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، يقال صلى عليك فلان، بالله أي شرف يحتويك؟ أي فخر يحيط بك؟ دعني أقرب لك الصورة، ماذا لو ذكر اسمك في مجلس الأكابر وفي محفل العظماء والكبراء والرؤساء؟ فذكرت في مجلس الأكابر بذكر حسن، وقيل عنك ثناء أنت تستحقه لخصلة فيك أو لكرم أو لفضل يخصك أو لما حباك الله به، فأثنى عليك الأكابر وذكرت بخير، وكان المجلس الذي ذكرت فيه يحضره أولئك العظماء، ثم بلغك أنك ذكرت ذكرا حسنا في مجلس الملك أو الرئيس أو العظماء والكبراء، ما شعورك ساعتها وأنت تشعر أن الله قد خصك بكرامة وحفك بفضل؟ بالله عليك ماذا يوازي هذا بإزاء ذكرك وعرض صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول فإن صلاتكم معروضة علي، فاعرض صلاة لائقة بحبك لنبيك عليه الصلاة والسلام. إي والله، اعرض ما يليق بمقامه في قلبك، لا تكن صلاتك المعروضة قليلة ولا مبعثرة ولا زاهدا أنت فيها، اعرض صلاة ملؤها الحب والقلب النابض بالوفاء لنبيه عليه الصلاة والسلام.
إن صلاتكم معروضة عليه. في الحديث الذي أخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات، فعشر صلوات من ربك وعشر خطيئات تحط عنك. وفي رواية أخرى قال: ورفع له 10 درجات. بالله من الزاهد بعد في هذا الأجر والثواب في عبادة لا تتطلب منك طهارة ولا استقبال قبلة ولا وقتا مخصوصا ولا هيئة مخصوصة؟ عبادة تتطلب منك شيئا واحدا، تدري ما هو؟ حب عظيم تملأ به قلبك لمن يستحق الحب عليه الصلاة والسلام. تدري لما استحق الحب؟ لأن أي إنسان لا يحب إنسانا إلا لواحد من 3 أسباب: إما لجمال شكله وهيئته، وإما لجمال أخلاقه وصفاته، وإما لإحسان بذله ومعروف أكرمك به. والثلاثة كلها والله قد اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أكمل مراتبها، فاستحق أكمل الحب عليه الصلاة والسلام. إن جئت إلى الهيئة والوجه الحسن فقد كان كما وصفه من رآه من الصحابة: كان أحسن الناس، كان أجمل الناس، ما رأت عيني قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يقال وقد سئل عنه من رآه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله السيف؟ قال: بل مثل القمر. ويقول الآخر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي والله أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. إن جئت إلى جمال الهيئة والوصف والخلقة فقد حباه ربه بأكمل خلق وأحسنه. من رآه بديهة هابه، ومن عرفه مخالطة أحبه صلى الله عليه وسلم. امتلأت العيون الناظرة إليه هيبة وإجلالا ومحبة وجمالا عليه الصلاة والسلام. وإن جئت إلى صفاته وأخلاقه فحسبك كلمتين في كتاب الله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما ظنك بوصف يقول فيه الرب العظيم: إنك لعلى خلق عظيم؟ عظم والله من كل الجهات. ما زلنا عندما نحكي لأولادنا وصغارنا معاني الخلق الكريم نضرب بها المثل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أيها البشر نتجمل بالأخلاق التي نتخلق بها، يوصف هذا بجمال كرمه، وهذا بتواضعه، والثالث بأمانته، والرابع بصدقه، والخامس بحيائه، والسادس والسابع والعاشر. نتجمل بالأخلاق عندما نتخلق بها، لكن الأخلاق تجملت برسول الله عليه الصلاة والسلام لما تمثل بها. والله ما عرف جمال التواضع إلا لما رأيناه في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا أدركنا عظمة الصدق، الأمانة، الحياء، الإحسان، البذل، السخاء إلا لما رأينا أروع الأمثلة لها من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الإحسان، أما الإحسان والمعروف، فلو أن إنسانا سد عنك دينا ووقف بجانبك في كربة ألمت بك وسعى معك في مصيبة حلت بك، والله لا تزال تذكر معروفه إليك هذا ما حييت، ولا تزال أسيرا لإحسانه عليك هذا ما بقيت. بالله عليكم، ما ظنكم بإحسان كان صاحبه له الفضل بعد الله عليك في استنقاذك من نار إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما بالك بمن بذل جاهه ونفسه ومهجته وروحه من أجل أن يبلغ الدين لينقذني وإياك من حفر النار وسعير جهنم إلى جنة يزاحم بها علينا صلى الله عليه وسلم، لندخل الجنة قبل الأمم، لنكون أكثر أهل الجنة يوم القيامة من سائر الأمم. أي إحسان هذا؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فاعرفوا قدر إحسانه، لا يكونن إحسان أحد من البشر في حياة أحدنا مستصحبا فضله ومذكورا معروفه وإحسانه أعظم من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيتم؟ اجتمعت له الأسباب الموجبة للحب 3،
في أكمل مراتبها، فاستحق والله أكمل الحب عليه الصلاة والسلام. من أحب بشرا لجماله فلرسول الله عليه الصلاة والسلام أجمل، ومن أحب إنسانا لأخلاقه فلأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، ومن أحب إنسانا لإحسانه إليه فلإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا والله أجل وأعظم. ماذا بقي؟ بقي أن تعبر عن حبك هذا، أن تعلنه، أن تظهره، أن تعيش حياتك عبدا صادقا في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تدري كيف؟ أما في أوقاتك في ليلك ونهارك فلا تكونن إلا مستكثرا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، وكذلك من أحب شيئا أكثر ذكره. فمهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك يتربع على عرش المحبة من بين البشر أكثر من حبك لأمك وأبيك ومن زوجتك وأولادك، بل أكثر من حبك حتى لنفسك. قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. عندئذ راجع عمر رضي الله عنه داخلة قلبه وأصلح ما في فؤاده، فقال: فوالله إنك لأحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. متى أقول الآن يا حسن، يا بكر، يا خالد، يا محمد، يا زيد، يا عبد الرحمن؟ هل بلغتها الآن؟ عندما تنجح في أن تجعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك رقم واحد، وكل شيء يأتي بعده تباعا، كل شيء ينزل درجة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، لكن يبقى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين البشر أعظم المحبوبات والمقدم عليها جميعها. عندها سترى أثر ذلك في حياتك، في استمساكك بسنته. والله لن يتباطأ محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع طريقه، والله لن يتأخر. أصلا ما يحتاج أن تقول له: لماذا فعلت هذا، لماذا تركت هذا. المحب لمن يحب مطيع. ولهذا قال القائل: لو قال لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. عندما تكون الحب، عندما تكون المحبة مهيمنة على قلب صاحبها، وجدت المحبوبة فيها مؤثرا عظيما. هكذا أراد الله أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب بني الإسلام. أخبرنا الله عن عظيم قدره عنده لنعظمه في قلوبنا، تعظيم يمتلئ محبة وإجلالا. يا كرام، ما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مظهر من مظاهر الحب الصادق له، ودلالة على تعظيمنا التعظيم اللائق له. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تدري لما؟ قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتوقير والاحترام مقصد من مقاصد إرساله وبعثته. تعزيره أي نصرته، والاحتفاظ له بحقه، والوفاء له بقدره، مقصد من مقاصد بعثته. أرسله الله ليكون كذلك، بعثه ليكون هكذا. من فينا يا كرام يعيش حياته حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت عن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ من كان حبه صلى الله عليه وسلم حاضرا في قلبه من أمته وجدت أثر تلك المحبة بادية، ولا بد سترى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق بها الألسنة. اسمع إلى هذا المشهد العجيب الذي سمعه كلكم أو أكثركم فيما أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. أرأيت إلى هذا الحوار؟ هذا صحابي رضي الله عنه ممن امتلأت قلوبهم محبة وتعظيما وتوقيرا وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، صحبوه
اكتحلت أعينهم برؤيته، تلذذت الآذان بسماع حديثه، فرحت القلوب وسعدت بالجلوس معه والسير معه والهجرة معه والجهاد معه والصلاة خلفه. عاشوا قلوبهم ملؤها الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف وصلوا وأين بلغوا. يقول أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يقول ابن القيم رحمه الله: سئل شيخنا، يعني ابن تيمية رحمه الله، عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب رضي الله عنه دعاء يدعو به لنفسه، كان له دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. مثال: لو خصصت لنفسك جلسة قررت فيها أن تجعلها دعاء بينك وبين الله، وأردت أن تكون تلك الساعة أو الجلسة أو ذاك الموضع الذي أكرمك الله به، فانفتح قلبك وتوجهت إلى خالقك، تريد أن تجعل قسطا من دعائك هذا صلاة خالصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سؤال أبي. قال شيخ الإسلام: فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؟ صلى الله عليه وسلم. فماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. لاحظ، ما حدد له القدر لكنه أغراه، قال: فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: فالنصف. قال: إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال، لما قال الثلثين: فإن زدت فهو خير لك، قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. يقول شيخ الإسلام: أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. إيش يعني؟ يعني منذ أن رفع يديه وقال: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وكلما قالها مرة زاد ثانية وزاد ثالثة ورابعة، ثم مضى عليه الوقت الذي أراده أن يكون دعاء فقضاه صلاة وسلاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هل ذكر حاجاته؟ هل سأل ربه مطالبه؟ الجواب لا. لما؟ لأنه جعل جلسة دعائه كلها صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يقول شيخ الإسلام: لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. هذا معنى كلامه رحمه الله. أرأيت؟ تدري لما؟ لأنك أتيت إلى ربك من أي باب؟ من أي باب؟ من باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، أيدخل عبد على ربه من باب الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يرجع خائبا محروما؟ لا والله، إنما كان هذا لدلالتنا أمة الإسلام على أنه ينبغي أن يستقر في القلب قدر عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث أنس، وإن كان الموقوف أصح من المرفوع، وهو عن بعض الصحابة صحيح: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة كان يستحب أن يفتتح الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويختتمه بمثل ذلك. تدري لما؟ يقول: لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقبولة لا ترد. يقول: فإذا ابتدأت بها وختمت بها جعلت دعائي بين ما يقبل ولا يرد، فسيقبل كله بأمر الله جل جلاله. فيتوسل العبد إلى ربه بما يجعله أقرب إلى تحقيق مناه ومطلبه في إجابة دعائه. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا في دعائه، عجلة في الدعاء عندما تدخل على باب ربك تقول يا رب أريد وأسألك وأعطني وآتني وهب لي. ربنا كريم ويعطي السائلين، لكن والله شتان شتان بين عبد دخل من باب الأدب فحمد الله وأثنى عليه ثم عرف أن ربه يحب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال يا رب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد عرف كيف يأتي إلى باب الدعاء من باب يحبه الله، فإذا استغرق واستكثر من الصلاة والسلام عليه ثم مضى وقته وذكر بعض دعواته وضاق الوقت عن بقيتها وقد شغله صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام فما وسع الوقت لذكر بعض مطالبه، أتظنه ينصرف من جلسته تلك ودعوته لأنه ما كفى وقته ولا اتسع لذكرها؟ أن الله عز وجل لا يعرف شأنه وشأنها وحال قلبه وما طلبه؟ بلى والله، وربه عز وجل قد كافأه، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال أهل العلم كفاية الهم أعظم مطالب الدنيا، أن تعيش في الحياة بلا هم، ما همك؟ دين، مرض، ضيق رزق، مصائب تعيشها، بلاء، أمور ضاقت بك فيها الحياة. قال تكفى همك، أعظم مطالب الدنيا أن تعيش بلا هم، وأعظم مطالب الآخرة أن يغفر الله لك ذنبك، وكلاهما مضمونان بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكفل له بأعظم مطالب الدنيا وهو كفاية الهم، وأعظم مطالب الآخرة وهو مغفرة الذنب، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. أما الصيغ يا كرام فكثيرة، لو قال قائل كيف أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم رعاك الله أنه سؤال سأله قبلك الصحب الكرام رضي الله عنهم في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، وقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرأيت كيف نقلها الصحابي؟ يأتي إلى التابع فيقول ألا أهدي لك هدية؟ يرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم صيغتها هدية تهدى لمن يحبون، فأهدها لمن تحب، وعلمها هدية تقدمها لمن تحب من أهل بيتك، زوجتك وأولادك وأعز الناس إليك. إذا أردت أن تهديهم هدية فأهدهم صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم بها والله من هدية، وأعظم بها مما تفرح به القلوب المحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أرأيت هو سؤالات الصحابة قبلنا كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أيضا من أجل الصيغ وأصحها، وقد أخرجها الشيخان البخاري ومسلم. تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ولو اقتصرت في صيغتها بقولك اللهم صل وسلم على رسول الله، وإذا أضفت البركة فهي أيضا واردة في الحديث، عندما تجمع في أي لفظ تقوله تجمع بين الصلاة والسلام والبركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك قد وفيت بذلك. والصيغ الصحيحة عديدة، ولو اقتصرت على ما في تشهدك في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية، فإنها أجلها وأعظمها وأرفعها قدرا. يا كرام، المطلوب ملء القلوب حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حبا يحمل الوفاء
وفاء يقودك إلى رد جزء من الدين ولن تستطيع، لكنه اعتراف بحق كبير لا يعرف لأحد من البشر حق عليك أعظم من حقه عليه الصلاة والسلام. فتحاول وفاء بالصلاة والسلام عليه أن تدرك ذلك الواجب الكبير وأن تؤديه لنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. نحن أمة وفاء، علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام الوفاء بالحق لأهل الحق، وأعظم البشر حقا علينا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننطلق حبا له وإيمانا به واتباعا لسنته، ونحن نعلم أن الله قد حبانا بالصلاة والسلام عليه فضلا وكرما، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا؟ والله بالقرآن قد زكاك، صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. هذا كله يتعلق بحق عظيم نفي به لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فاجعلوا جمعتكم هذه يا كرام وغيرها من الجمع عامرة بكثرة ذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنموا من بركاتها وخيراتها ورحماتها بقدر ما ترجون من تنزيل صلوات ربكم عليكم من فوق سبع سماوات. له الأشواق تنسكب انسكابا، ويغدو شعرنا شهدا مذابا، ألا صلوا فمن صلى عليه كفاه الله ذو العرش الصعابا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أفضل صلاة وأكملها، وسلم يا رب عليه أكمل سلام وأزكاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تزيدنا بها إيمانا وتكرمنا بها رفعة وإحسانا. صلي يا ربي وسلم وبارك عليه صلاة تنجينا بها من الدركات وترفع لنا بها الدرجات وتبلغنا بها أعلى المقامات وتقضي لنا بها الحاجات وترحم لنا بها الأموات وتشفي عنا بها الأمراض والأسقام والأدواء، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك عليه ما صلى عليه المصلون وما غفل عن الصلاة عنه الغافلون، وبلغنا يا ربي بحبه والإيمان به والوفاء بحقه مقام الكرامة والعز في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. واجزه يا رب العالمين خير ما جازيت نبيا عن أمته، وارفع مقامه عندك، وآته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود يا أكرم الأكرمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا رب في خيرة أمته من الصالحين السعداء والأتقياء البررة ومن أحسنت إليهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا حجنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعلنا يا رب في خيرة أمة الإسلام علما وصلاحا وعملا صالحا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا رب من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك يا رب من خير الدنيا والآخرة، من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ربنا من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لم نظفر بصحبته، ولا باكتحال العين برؤيته، ولا بإدراك شرف القيام معه والجهاد في دينك، فأكرمنا يا رب بالاستمساك بسنته والبعثة على ملته. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. املأ قلوبنا يا رب له حبا وتعظيما وتوقيرا وتعزيرا، واجعلنا يا رب في أصدق أمته له حبا، وأصدقنا له ولسنته استمساكا. اللهم اجعلنا من رافعي راية سنته، واجعلنا من متبعيها، وأعنا يا رب على تبليغها للأمة جميعا. اللهم اجعلنا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين.
نسألك يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ربنا ونعمة، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، وارحمهم رحمة واسعة ساعة سمائك وأرضك يا أكرم الأكرمين. نسألك يا رب في هذه الليلة المباركة من خيرك وفضلك وجودك وإحسانك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى، إمام الهدى وسيد الورى، والحمد لله رب العالمين.